في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم المتفوقين من أوائل خريجي الجامعات، وطبعا كان من بينهم يوسف أحمد زكريا الأول على قطاع التربية الرياضية والحاصل على تقدير امتياز مع مكتبة الشرف. يوسف أحمد زكريا يمكن هو دلوقتي ضيفنا أو معانا عبر الهاتف. صباح الخير يا يوسف. صباح النور عليك أستاذ أحمد، وسعيد جدا بحضرتك، وصباح النور على دكتورة منى. أهلا وسهلا بيك، مبروك التكريم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كلمني بقى يوسف عن إحساسك، احتفالية أول مرة تحصل، بنشوف رئيس جمهورية بيكرم أوائل الخريجين المتفوقين من الجامعات المصرية تحديدا في يوم مميز واستثنائي، التكريم ده بالنسبة لك كان إيه؟ طبعا ده شيء يعني يضغط الفخر سيادة الرئيس قبل ما يكون رئيس جمهورية، فهو أب لكل الشباب. طبعا سعيد جدا ان انا اتكرمت من فخامته، يعني اول ما اتقال الخبر ان انا هتكرم من حضرته محدش كان مصدق، كان شيء يبقى الفخر. حتى انا لما طلعت على الستيج وجهت له كلمات شكر، وهو قال لي يعني انه فخور بيا وكده. طبعا محدش قدك يعني خلاص كده يوسف، الرئيس فخور بيك. نعم، لا هو في كواليس يعني، لو حضرتك انا حابب تعرفها انا طلعت بالظبط. عاوزين الكواليس. هو طلعت على الستيج بالظبط يعني اللي حصل، سلمت على حضرته وقلت له دمت لنا خير قائد يعني. فهو حضرته بص لي وانا ما كنتش بص لسيادته، كنت بص للكاميرا يعني. فقال لي انت كليه ايه؟ فرديت عليه قلت له تربيه رياضيه. فقال لي انا فخور بيك. في الاخر اخذنا الصوره، سلمت على سيادته، وبعدها رحت لمكان مختص بيا يعني. بس طب. فهو يعني موضوع مميز يعني، فريد من هو اول مره يحصل في تاريخ مصر يعني، الحمد لله. اكيد. طيب علشان توصل بقى للتفوق الكبير قوي ده، ازاي حصل ومين بقى كان الداعم ليك وازاي مشيت المشوار ده؟ طبعا هو الموضوع يعني اول حاجه بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، فهو فضل طبعا يرجع لوالدتي ولوالدي والاخويا والاساتذتي. يعني انا يعني الحمد لله فضل عز وجل، حاولت قدر المستطاع ان انا يعني اشرف اهلي واشرف كليتي. الموضوع ما كانش بيمثلنا ده بس، الموضوع كان بيمثل كليه التربيه الرياضيه جامعه اسكندريه، كان بيمثل محافظتي. فاهم حاجه بالنسبه لي وكانت فعلا الفرحه الحقيقيه ان انا الاقي الفرحه في وشوش زملائي واساتذتي. وعلى وجه الاخص لما الحفله خلصت، سياده العميد كان موجود في الاستاد، استاذ دكتور محمد بلال عميد الكليه، وتوجهت اليه بشكل فوري عند المقصوره ورحب بيا جدا وقال لي انه فخور بيا، لان الحدث دوت والتكريم ده اول مره يحصل في تاريخ التربيه الرياضيه. فالحمد لله يعني. اكيد الحمد لله. لله دايما يعني دايما متفوق. بس طمني بس الاول، عشان انت وسياده الرئيس بيكلمك، قلت كنت باصص للكاميرا، خدت الصوره ولا لسه؟ لا الحمد لله. طب دي اهم حاجه. الصوره اهم حاجه. ربنا يا رب يوفقك. يعني انا حتى انا حاجه يعني، اصلا لما انت فقط تتصور مع سياده الرئيس فده حد التكريم، ما بالك ان دي شهاده تقدير لوحدها، دي شهاده تقدير بالظبط. لما سياده الرئيس كمان يكرمك فده يعني تكريم ما بعد التكريم يعني. اكيد طبعا. طب كلمني بقى على التقديرات اللي انت كنت بتحصل عليها خلال الاعوام الدراسيه وخريج، يعني اتخرجت بتقدير ايه؟ الحمد او لله ترتيبك يعني، اكيد طبعا انا فاهم ان اكيد طبعا عشان تكون متفوق ففي تقدير كبير، امتياز مع مرتبه الشرف ولا حاجه، بس عاوز اعرف ترتيبك. لا انا ترتيبي الاول على دفعتي الحمد لله يعني، الحمد لله. اربع سنين، والاول على القطاع الرياضي. كنت انا تخصصت قسم مناهج وطرق تدريس التربيه البدنيه والرياضيه. القسم دوت بيسمى في الكليه عندنا ابو الاقسام، هو اقدم واعرق قسم واهم قسم في الكليه. نعم. فالحمد لله يعني السنه ديت برضه في سنه رابعه قبل ما اتخرج عملت ثلاث اجهزه. كان في جهاز تحت اشراف الدكتور احمد كمال. الجهاز دوت يعني كان متعدد الاستخدامات، كان نعم. بيعلم وبيدرب مهاره ضرب الكره ببطن القدم، وكان يعني وكمان الجهاز دوت كمان معمول برضو لذوي القدرات الخاصه والاسوياء. اتعمل برضو جهاز اللي هو لتعليم مهاره الوقوف على الذراعين، وتعمل برضو جهاز لقياس السرعه. فالحمد لله يعني
الموضوع بالنسبه لي دايما متفوق يا يوسف، ودايما ان شاء الله في تقدم كبير بعد الدفعه القويه كمان اللي انت اخذتها. اكيد كنت تستحق بعد المجهود الكبير اللي انت بذلته. كل الشكر ليك والف مبروك يوسف احمد زكريا الاول على قطاع التربيه الرياضيه والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبه الشرف. مبروك عليك يا يوسف.